السلام عليكم. حنا ديما في وصفات لابغيري. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه اللي تصلح الناس ديال الجلوتين. غادي نديروها غير بالحمص. هاد الطريقه هادي سهله، ما تاخذش بزاف ديال المقادير. اللي تنحتاجوا ليه واحد 400 غرام ديال الحمص، وهذا الحمص هذا خصنا نطيبوه ونشفوه ونطحنوه بحال هذا الشكل هذا كما تشوفوا فيه. واحد 3 ديال الصفر ديال البيض، واحد 3 ديال البيض ديال البيض كيكونوا مفرقين اللي تنضربوهم بطبيعه الحال، تنديروه على شكل ثلج. وتيخص لينا واحد 100 غرام ديال لابغيغي. غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال لابغيغي نضربوها في خلاط كهربائي باش تجينا ساهل، لان الحمص شي شويه ثقيل. من بعد تناخذ الحمص كما قلت لكم، الحمص تناخذوه بحال هذا الشكل هذا 400 غرام وتنطحنوه. تجيبوا 3 ديال الصفر ديال البيض حطوهم هنايا. تناخذ سكر كلاصي كنجنسو مع هذا الخليط هذا. من بعد تنزيد الشوكولات دايبه، نجمعها بشويه بشويه. تناخذ البيض ديال البيض، النصف الاول تنحطو بالطريقه هذه تنخلطو عادي، والنصف الثاني تنفرغو مباشره بحال هذا الشكل هذا. ولكن هنايا خصني نجمعو شويه بشويه، نحاول ما امكن نهزو من التحت للفوق. كي كنجمعو الخليط ديالنا كناخذو مول بحال هذا، تنفرغو الخليط ديالنا هنايا. وتندخلوها للفران واحد 175 درجه لواحد المده ديال 50 حتى 60 دقيقه. كما تتشاهدوا الكيكه ديالنا وجدات، غير نزينوها واحد شي شويه. تناخذوا شويه ديال الكيوي نقطعوه شرائح رقاقين نحطوه في الجنب، شويه ديال الكوك تنديروهم للفوق نزيدوا له شي شويه، كنقدموه لكم بالصحه والراحه.